ان شاء الله مستمرين باذن الله لحد اخر نهايه العمر باذن الله. مش هنسلم ابدا او نستسلم للظلمه الفجره اللي هم انقضوا على الثوره. واخيرا واحد كلب حقير زي دوت يتطالع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اشرف خلق الله عز وجل. فربنا ينكل بيه ان شاء الله في الدنيا، لا هيهددنا ارهابه ولا هيهددنا اي حاجه بيعملها. احنا مكملين لحد ده.